احنا بدينا عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من كوزينتنا. هكا هيا شنو حويلكم في رمضان؟ نهار اليوم سخونة، هيا مثال شنو دبرت لكم اليوم دوارة مغربية مع عبد اللطيف بن صابر. هيا كيف نجيبو نشوفو شو طيب لنا اليوم. اهلا بك عبد اللطيف. مرحبا بك. سافا؟ الحمد لله. سحرت مليح؟ الحمد لله. مزيان؟ الله يبارك. شو شربت؟ حليب؟ حليب وتمر وواحد بنقولوا له احنا في المغرب سفوف. اي مسفوف كما احنا نقولوا. اي لازم، علاش؟ على خاطر يروي ويرخرخ وعلى الاقل نصبحوا راويين كما الطقس هكايا. أيوة. ياسر سخون علينا بزاف. باهيش اخترت لنا اليوم الاول الاخر؟ اليوم كوموني عندنا في لونتري عندنا تكتوكه مغربيه. هاي تكتوكه. تكتوكه هذه صار بالتاء. تكتوكه. تكتوكه. تكتوكه مغربيه. هذه في سلطه شود. تكون كويت طيبه. فهمتك. وعندنا كوم سويت، عندنا مشوي مغربي. مشوي مغربي. عندنا نص اربع خروف، ربع حولي. انتم كتقولوا انتم كتقولوا العلوش. 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 ربع علوش مشوي في الفرن. ايه. وكوم ديسير، كوم ديسير، ديسير سامبل، طارت بالبنان. ايه طارت بالبنان، هيلا ياسر. ايش نقول لكم؟ ماذا بكم ولو ان رمضان هو معناتها العباد الكل النهار كامل وما تحضر وتصنف وكل شيء، ميسالش راهو كي نعملوا ساعه على ساعه غياد هكا باش نبداو خفيف، للي يصليوا هكا يلقاو رويحهم في فورما في الحركات نتاعهم، وللي قاعدين زاده على السخانه باقيه باهي وللهضم وكل شيء. باهي هيا نبداو بالتكتوكه. نبداو بالتكتوكه. شنو ينزلنا في التكتوكه؟ عندنا التكتوكه لكم يعني لي زانغريديون برانسيبال. عندنا الكورجيت. كورجيت. بوفرون فيغ. فلفل اخضر واحمر. فلفل احمر. لي زونيون. داكوغ. والطوماط. طماطم. طماطم اون كوب. سيترون كونفي. ايوا. عندنا بيرسيل كورياندر. نقولوا احنا الكزبر والمعدنوس. عندنا المعدنوس والكزبر ومعاه ليمون، احنا القارص الملح بيان سور، والبصل قراع، فلفل احمر واخضر، وطماطم طوماط فخيش. اي وشنو اخر؟ تتبيله لاي يعني الثوم. الفلفل الاسود. والملح. بابريكا. باهي. طوماط كونسونتري. اوريجينا. اش عامله فينا؟ يلا مالا نبداو نشوفوا كيفاش تحضر. نبداو ان شاء الله. نبداو ان شاء الله. شعلوا على البوطه. 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 اوكي. ناخذ من اللي يبدا يحل ريجينا، وانا باش نبدا نشعر عليها. ريجينا بنينه، ساعه القو نتاعها بنين، تطيب في الملح والحلو. ريجينا لينه، تتهز معناتها فيسع فيسع، تذوب فيسع فيسع. نكهه شوي ويل دوليف مزيان. بس الحاجه اللي تعجبني فيها اللي هي خفيفه ما تقهمش. نعم. احنا نعم. معناها مستحقين في السخانه هذه باش تبدا حاجه خفيفه. نعم. كي دون لوغو او ميم طون تبدا ليجي. اوكي. وتحط البصل. بصل او ميم طون اللي حطينا البصل نحطه مع لي بوفرون. الفلفل. فلفل اخضر. داكوغ هي تعليك. اييه شكرا. الفلفل الاحمر. نحطو سباتيول اون بوا. في حاجة يعني نبغي ننبه لها الناس المشاهدين للمشاهدين ديال المغرب العربي كامل، هو أن عندنا البصل وعندنا لي بوافرون فيغ وبوافرون غوج في التتبيلة. كاين عندنا مشكل بعض المرات كنقولوا حنا مثلا عند البنه في يديها او ما عندهاش البنه في يديها. المشكل هو الوقت، امتى نحط التتبيله ديالي. فهمتك. انا دابا حاليا كتلاحظي مثلا هاد لي زانغريديون لو بوافرون مع الريجينا مع الويل دوليف بوافرون فير بوافرون روج والبصل، نخلي نخرج ديك الماتير اللي كنقولوا حنا لي سوكنيتريتيف ديالها يعني المذاق ديال الكورجيت. ايوا بعد الكورجيت. كورجات تحس دغيا كطيب. دغيا كطيب. ايوا
وهذا توا الليمون ولا هذا الليمون غنحطوه في التزيين، هذا للتزيين وهذا غنعملو معاهم في نزيد المعدنوس تحطو توا ولا تزين؟ لا هذا لا لا غادي نحطو معاه. يا بيه نحطو معاه ومن بعد غندير واحد بيت مويمو باش غيطيب لينا الكورجيت ديالنا. مالا والله قرع في حتى شي ناخذو شويه قليل منو وناخذو الماء تمرق بيه نمرق بيه شويه لان باش لان الطوماط كونسونطري تضطروا ديرها هي في لاصوص ونخليوها تريدو حتى تنقص منها الماء ديالها وتكون معسله وتكون على 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 ماها. ايوه يا وليدي الحكايه فهمتها، هي شكشوكه كي مشات المغرب ولا التكشوكه. هاي وفي شنو ما زدت باش تحطها؟ نخليوها حتى تطيب طيب نزيدوها تشايشة الليمون والقزبر باش نزينوا بيه، فهمتوها؟ نتعديو لطبق ثاني، قلنا عاد باش نشوي طرايف لحم علوش. هذا اللي باش نعملوه توا مشوي. مشوي إن شاء الله. إيش نقول لك، أنا نحب الفلفل الأكحل هذاك عب. حتى كي يطرحاه في الدار معناه ريحته تفوح ياسر، وباهي حتى اللي يرحيه باهي له راه. أنا أحسن حاجة أحسن حاجة وكنصح المشاهدين مثلا في اللي بغوا ياخذوا مثلا البوافر من الأحسن يمشوا ياخذوه كعب ينفوا ويشيحوه ويطحنوا صحيتك في وقته. ويطحنوا في وقته يعني علاش باش كتبقاها محافظة على النكهة ديالك. أما إلا خديتيه مثلا ديجا مرحي ما يبداش ما تعرفش واش مخلط أو كذا كذا يعني. باهي هذايا البارتي اللي اخترتها شنية نتاع تف. وحنا عندنا في المغرب كناخذوا النصف كامل. بارك الله. ناخذوا النصف كامل. النصف كامل يعني تكون مثلا بحال مثلا في الاعراس المغربيه اللي ولات دابا جديده، ولينا كنديروا مثلا في الطابله في الطابله كنديروا مثلا في العشاء نصف نصف خروف يعني في الطابله، وتكون عندنا باصية وفويدنا. دابا ولات جديد دابا في يخلطوا لحم الخوف. نعم نبدا. اوكي نبداو ان شاء الله. ناخذوا الكتف ديالنا اول حاجه نعمل. لا الكتف مش ديالنا، الكتف ديال العلوش. ناخذوا الكتف ديال العلوش. ايوه اول حاجه نبداو بالتتبيله هي الاولى باش نعطيوها ترتاح شويه باش تنسى من النكهه. باه واخا ناخذوا هذا البول شويه البوفر ان بو سيل ناخذ زعفران زعفران مرحي خذيته ناخذ زعفران شويه لاي غير شويه لاي نحاول ناخذ شويه لان لاي غادي ناخذ هاد هاد لي غران وغنديرهم هاد لي غوس ونخشيهم داخل في فهمت غنحل ونخشيه يتعمروا. نعم ناخذوا السمن شيشه سمن ضربة ضربة البوس أخسو. هذا السمن تعطي النكهة خاصة في الفرن. أيوة من بعد احنا باش نحطوه في الكوشة. أيوة ندخلوه في الفرن. صحيتك هذه باش تطوحوا بها خليها تخفي بعضها. شفت هاني نشوف. اوكي من بعد ناخذ البلاك اللي غادي تدخل عندنا الفران. داكور غادي تدخل الفران توا وفيت منه لفيت هذا صافي وفيت منه. ناخذ البلاك ديالنا وناخذوا ربع العلوش. هذا ربع العلوش. ناخذوا سكين. كثر ربي كان السكاكن هاكا الفوق كان تحب كبار. ناخذوا كيما تحب. ماشي مشكل. ناخذوا السكين. شفت؟ بعد ما تحط الثوم لداخل.
بطبيعته هو الكوش هذايا شحم كي باش يذوب باش يذوب هو في الفرن كي يذوب وخا يكون الشحم كذا وبالطريقه المغربيه عندنا الطبقه المغربيه مثلا بحال في مدينه مراكش كاين ناس خصيصا يعني في يعني كيشويو لحم الغنم الحولي 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 عندنا حفره نعمل فيها العود نخلي واحد يتحرك ونخلي عند الغمار وندخلو كيف الحطب الحطب وندخلو العلو صحيت ونغطيه في وسطه ونغطيه ونخليه حتى كيطيب مثلا مناطق اخرى كيعملوا مثلا قبه كنسموها احنا بحال شكل اينور اينور فران اينور ديال الخبز كناخذوا هذاك الفران بالطين ايوا نصيف في الطين ونخشيو فيه العلو بارك الله هذا هو تبدا الريحه تقود ناخذ يعني هكا تشيشه في الفلك في التعب تخليه يعني يعطي النسمه وباش تحط الكليل توا ولا من بعد لا الكليل نحطو هذا الكليل اخضر نقولوا لي غوماغا فرونسي وحنا تنقولوا ليه في المغرب اليازير اليازير نحاول ما نقصوش انا بالسكين عليه لا نبغيه انا يعني نقطعو بيدي باش يخرج لك يخرج لك الريحه ف ناخذو التتبيله ديالنا ايوا ناخذو السكينه ما عادش تستحق لا ما استحقهاش دابا وتبدا تسقي نسقي قداش يقعد توا هذا في الفران؟ هذا نعطيوه ساعتين. اي. ساعتين ديالو في الفران. حب يقول نقراو حسابنا باش نطيبوا كيما توا الوقت هذا يجي قط قط. ايوا. هكا سهله التباره هذه تنجموا توا تخرجوا للزازار اللي في الحومه تشريوا هذايا الكتف وتجيو فيه ساعه في دقيقه تحطوه في الكوشه هكاك تنجموا تقعدوا قدام التيلي ثلاثه سوايع حتى لين يظن عليكم المخ. لك ياخذ وقت هو باش ياخذ ساعتين باهي ياخذ ساعتين على خروف كاميرا ساعتين واحد ساقيه ممدوده هي لا يس يعطيك الصحة وعندنا في المغرب كي اللي يعمل بالكارنيتور الكارنيتور مثلا كيديروا بطاطا وفلفل البطاطا والفلفل ولا ريكوفير والكاروت يزي احنا عندنا التكتوكه تو نحطوا صحين تكتوكه وتريك وانا عندي طريقتي وانا عندي طريقتي اللي كان نحب نديرها ودرتها مره يعني في واحد العرس في المغرب طريقه هي طريقه خاصه بيا حاب يقول تو انت حتى كيف عيطوا لك في العروسات تمشي لا لا لا, لا هذاك صديق حبيب يعني زي وجهك الحمد لله هو صديقي قال لي انا عندي عرس وعندي هو دار العلوش دار العلوش قلت لي خلي انا العلوش انا نجي اعمل لك الديكوريشن عملت لي ديكوراسيون باش عملته هو كذا ولكن عملته معسل كيف معسل لا ما زدت لا سكر لا عسل انا شو خديت عصير ليمون عصير ليمون عملت فيه سكر وعملت فيه قلت له عملت السكر قال لي ليه وين السكر مع عصير الليمون فيه لا السكر لا السكر عليه شوي شنو يتعسل عطيت العصير ديال الليمون عملت فيه نعناع البلدي ايوا عندنا النعناع البلدي بتاع منطقه اسمها بني ملال عملت فيه اليازير وعملت فيه الحبق وحطيت له الحبق حطيت له الحبق خليته يغلى ايوا لما يغلى انا عندي خاصني حاجه انترميديير يعني ما بين هذا المعسل وهذا العلوش هو السمن البلدي او السمن ايوا عملت السمن وعملت فعلا من فوق افكا والله يعطيك الصحه وراه جابنيني شره الحمد لله راهو تو ديكوراسيون بالفروي طيبين اي قداش درجه هذه هذا اعطيه 200 درجه 200 درجه وساعتين وهيا نعملوا الديسير لبني هذا الديسير هذا الديسير ها سهل ظهر فيه ولا لا سهل بزاف عندنا انطاقت عندنا انطاقت البنان ونعملوا كومبوست بنان وناخذ ونخليو يعني حبات ديال البنان للتزيين من الفوق باهي ما عندنا حاجتين باش نعملو ولا ثلاثه لا عندنا حاجتين حاجتين عندنا الكومبوست ديال البنان وعندنا لاباط ديالنا بغيزي فهمنا شنو اللي يلزمنا عندنا لاباط بغيزي يلزمنا 300 غرام ديال لافارين 300 غرام 150 غرام ديال السكر خاصنا ريجينا 150 غرام ريجينا
هاي برا امشي لك الكبيرة والشابة هذيك. تعرفني ما نحط الريجينا كان في البيكو. نحتاج 150 ليها هي 150 غرام ريجينا. ونحتاج عظمتين ولكن حسب يعني الخليط. يعني ناخذ يا اما لا الى درنا بيضه وحده وجمعنا لاطات. اي عينك ميزانك نقولوا احنا باهي دكا هذايا نخليه لك من بعد هكا ولا لا؟ هاو بحثينا على شيرة باش توريني كيف باش نعمل البات تو. ها؟ ما هكا؟ غنوريك ضروري. عندنا لافارين. لافارين هي تحطها الاولانية. نحطوا لافارين هذا نخليهم من بعد. هي تعليك هي ماكش تستحقوا انت بالطبيعة. ناخذوا 150 غرام ديال السكر. اه؟ 150 غرام سكر. اه؟ وناخذوا 150 غرام ديال ريجينا. قاعده في ليبات يعني ضروري. يعني الا خدينا مثلا 300 غرام ديال الدقيق. ايوه كناخذوا 150 غرام ديما النصف. ديما نصف يعني الكونتيتي ديال لافاري. اي يعني نصف ريجينا ونصف ديال السكر. فهمت باش يجي شاي متريدة. هذاك علاش انت حطيت 150. 150 عندنا 300 وعندنا 150. ناخذ سكينة. ناخذ سكينة وناخذ نصف ريجينا نصف هاد. فوالا فوالا هادي اتعلي. شكرا. انا نحب يعني نخدم الشغل بالايد. اي بيان سور لازم تحكم بيه. عندنا لاباط بغيزي وعندنا لاباط صابلي. لاباط بغيزي نحط كاع لي زانغغيديون، تو لي زانغغيديون نحطهم ونخدمها. باهي. نخدمها بايد يعني نخدمها بصفيحه اليد كامله. ولاباط صابلي نحط جوست لافارين الريجينا والسكر ونخدمها بالاصابع. باهي فهمت. هذا هو انا نخدمها صابلي. نخدمها صابلي. تخدم بيد واحده معناها. بيد واحده. صحيح. نفقتو باين نعشي تظهر ملي تشدها الوحدة في يدك تظهر باش تجي حاجة هي يعني نخلي يعني الخليط كامل متجانس. فهمتك. ما بين السكر والدقيق وريجينا. هاي سهلة وما تاخذش الوقت. نتوما بربي تبدأ عندكم وقت مثلا تبدأ عندكم الماكلة طايبة من قبل ولا تبدأ ما عندكش برشا ترتيب غير على السلطة والقليل البريك نجموا تاخذوا شويه وقت حتى في الليل في السهريه وتعملوا لي بات هذوما وتخرجوهم هكاك فورمات تخبيهم تاع جمعيات من زمان معناتها تاع 7 ايام مثلا تعمل 7 تورتات هكاك تحضرهم لي فون احنا نقولوا لهم تحضروهم تخليهم على شيره ومن بعد كل ليله هكا كمسولهم تنجموا تعملوا البات هذه خاطر تصلح للمالح والحلو نهار تحبوا تحطوا باغ اكزومبل جبن ولا تارت بالشامبينيون ولا بالدجاج ولا تلقاها حاجة سهلة حتى باش تزيدوها لك الماكلة بيان سور اللي عندك ما تحبش تلوحها الكل. ونقدر نعمل دابا هذه مثلا سكري نقدر نديرها مالحة باش ندير لي كيش ما نديرش السكر ندير الملح. باهي. من بعد يعني حسينا بها أنها أوموجين بدات هكا تشرب هكا نبدا نكسكس فيها باش نصاب ليها كنقولوا احنا نكسكس يعني الطريقه المغربيه. اي حتى احنا نقولوا ايوا كنقولوا كسكس احنا بلاد الكسكسي المغرب والجزائر وتونس دونك نعرفوا اش معناه كسكس. اوكي نحس انها اي بدات تشرب فك الريجينا الكل محسوب شربتها لان لاباتيسري لي بات دو باز ولي كريم دو باز كلهم يعني كيبغيو الجرامات يكون صحيح. اي في حالتي الا ما كانش الجرامات صحيح بالمجهد يعني ما غاديش بالمجهد يعني هنا مثلا في هذا الجرامات هذا اللي زدنا شويه ديال لافاني غادي لاباط قاصح. اي فهمتك.
إيجا نقول لك وزادة مش ديما قاعدة سايحة، ساعات تبدا فارينة تشرب، ساعات تبدا فارينة ما تشرب، وقتها تزيدها أنت. معناها مش ناخذوا احنا معناتها لي زانغريديون موزونين كيف ما يلزم تاع الروسيت كل حاجه وحده، اما ديما واحد يلزم يزيد شويه من عنده هو والاحساس ديالو. نعم على حسب عنده لافارين، على حسب لافارين الكاليتي ديال لافارين. اوكي ممكن اي بيان سور انت قد كعبه بركه قلنا ونشوفوها. نشوفوها سي بون. الملح ما حطيتوش. وقتاش ما حطيتوش؟ انا شويه غنحطو دابا حتى نبغي نجمع بعد ما تلمها باش تخليها ترتاح الفات. ترتاح ايوه ترتاح ونخليوها في الثلاجه ترتاح لمده مثلا 10 دقائق او 15 دقائق. نحاول نحيد وظاهره شربت بالكدا ظاهره قد قد يعني هات باش نعرف سميتو الميكروفون تكون التخت نتاعنا هذه هي البات نتاعها حضرت سهله ياسر تتلم وتقعد ترتاح شويه لو طون اللي تعملوا الكومبوت وتخليوها ارتاحت وبيان سور باش تخرجوها من بعد من الفريجيدير تلقاها حاضر باش جوست تحطوها هي نحطوها نيه نحطوها في بعد في الفور وحدها تطيب والا نحطوا لها الكومبوت وكل شيء وتطيب مع بعض. لا نطيبها هي الاولى ولا كيف ما قلت لكم لا تطيب وحدها. قداش نخليوها في الفرن؟ نخليوها درجه الحراره 170 درجه 170 أيوة. درجه لمده 10 7 دقائق 10 دقائق داكا دونك تقعد 170 درجه 10 دقائق 10 دقائق البات في الفوق وهكا هو. واحنا توا باش نوريكم كيفاش تعملوا الكومبوت ومن بعد اجبدوا التاخت محطوطه على روحها معناتها الفون حاضر باش وتحطوا عليه الكومبوت وذاك الديسي. يلا ملا انت توا هذه هزها حطها في بيكو ومن بعد ارجع باش توريني الكومبوت. للكومبوت نستحقوا ملا قلنا 150 غرام 150 غرام سكر ومعنا رجينة كالعادة والبنات داكو يلا نبدأ والبات اللي كنا وجدنا حاضرة حاضرة حاولوا ماذا بينا البنان يبدا شوية كيسح شوية شدد روحو خاطر من بعد باش يدخل في الفور وفي الحكايات دونك وباش يطيب و كانش معاش نلقاوه ناخذو من بعد قشرناهم نقطعهم صغار باش يسهل علينا في الطهي ديالهم. ناخذوا ام بويل تعالوا عليها ايه نسخن شويه من بعد ناخذوا ريجينا داكو اول حاجه ديريكتومون تحط فوق منها السكر لا نخليوها شوية تحمر شوية تحمر شوية على من بعد نحط السكر على بوغ كاراميليزاسيون اي فهمت حتى هذوما البنانيت اللي خليتهم باش تزين بهم بعد ديكوراسيون على ديكوراسيون ونخليو المقادير كاملة يعني تكارميليزا وانا في الكومبوت ما كنبغيش نطيبها بزاف باش نطيبها بزاف نخليها شويه باش كتحس بان ملي كتاكل ابار ديكوراسيون كتحس بانك كتاكل داكا ما يهداش الكل ناخذ 150 غرام يعني ملعقتين ونصف كبيره هذاك يجيو 150 غرام
إذا مش عينك ميزانك، يدك ميزانك. آه يدك ميزانك. هذا. إيه؟ دونك هذا هو الديسير نتاعنا. اذا كان الكومبوت ريتوها بدات تحمر شويه اعرفوا راهي طابت، بعدك تخليها تبرد شويه بيان سور، ما تحطوهاش ديريكتومون فوق البات الحاضره، تتحط في الفور تخرج نزينوها بشويه موز على حسب الرغبه كما تحبوا انتوما، مدورين نبراج اللي يساعدك حط. وقال لك الشيف عبد اللطيف قال لك تنجم تزيدها الفاكهه، تنجم تديروا قدره اللي تحب، شويه لوز شويه زوز اللي تحب المفيد. اجاوا معانا بتشوفوا طاولتنا كيفاش حضرت وكيفاش تزينت، ونعطيكم فكره على الاقل على شقن فاطرنا كيفاه. اما يعطيك الصحه في الديكوراسيون اللي عملتها تاع العلوش تاع الحولي. الحولي. تا تعرفها من جايه كلمه حولي ولا لا؟ كلمه حولي لا ما عرفتش. ما على خاطره هو العلوش وقتاش يتذبح؟ انا في زمان اوقات مثلا في العيد الكبير. عمره قديش؟ هذا الحولي هذا. هو جينيرالمون تحل معناه الذبيحه نتاعو وقتي العلوش يعمل والعام نتاع العلوش ست اشهر. اه ست اشهر. والعام باللغه العربيه شنو؟ العام يعني السنه. الحول الحول. دونك يعني هو حولي ولد عام معناه فهمت؟ هذاك علاه انتم تعيطوا حولي. نعيطوا احنا الحولي. اما احنا علاش نعيطوا علوش؟ هذه الحلقه الجايه. ان شاء الله ان شاء الله. حسيلو يعطيك الصحه. في اللي طيبته هكا منظره يهبل، ريحته بنينه، ديكوراسيون حلوه، شكل من هكا باش واحد يشتي ما عادش فما شيء. وهالتكتوكه هذه العزيزه الغاليه هكا اكل القاعد هذاك احنا نقولوا له ليمون احنا. احنا تنقولوا الحمد، الحمد مصير. الحمد مصير معناتها ليمون مملح، قارص مملح. اي هكا ريحته بنينه تهبل. يعطيك الصحة اللي طيبته الكل، أكد الديسير يغمس فينا، كل شيء بحذانا، كان نبداو نتوكلوا. نتوكلوا إن شاء الله. قول لي ساعة، أنتوما الريستورون نتاعكم نتاع الميزون بلانش اللي تخدم فيه، هذاك يحل في رمضان ولا لا؟ لا غادي يحل في رمضان. مال أنت ما يخفقونش حذانا قاعة. لا ضرر، خفقوزي دار. حسيلو مرحبا بك. لا أنا تيكون ما تيكونش الخدمة عندنا كثيرة بزاف في رمضان. أي نوجهوا لهم تحية. ونقولوا لهم شهية طيبة. شهية طيبة إن شاء الله. شهية طيبة للجميع الكل، سورتو من عند سي عبد اللطيف، لصحابه اللي يتفرجوا فيه الكل في الخدمة في الميزون بلانش، ريستورون ميزون بلانش. وتحية كبيرة، تحية كبيرة للشيف عبد الله. للشيف عبد الله. تحية كبيرة للشيف عبد الله. المغاربة الكل فين ما كنتوا شهية طيبة على نسمة. شكرا.